القديس توما الرسول. من جيل لجيل ورسولنا رغم انه شكاك وقف وقال يا يسوع نروح ونموت معاك. ايمانه صلب بس بيحب يشوف بعينيه، عشان كده طلب منه يسوع يلمسه بايديه. صريح جدا ودايما يسأل علشان يفهم، ورغم شكه كان مسلم للرب ومؤمن. الجليل دي مدينته وبدايته ونشأته، وحب المسيح بقى كل حياته وقصته. بشر في الهند وكان للفقراء محب، لأنه كان عارف إنهم إخوة للرب. مش في الهند وبس، ده راح لبعيد وبعيد، وبسفك الدم رسولنا أصبح توما شهيد. بيقولوا عليه شكاك، ممكن يكون شك لكن هو اللي بسرعة حن ورجع. ممكن يكون شك لكن هو اللي سأل رب المجد عن الطريق، وربنا جاوب من خلاله وقال أنا هو الطريق والحق والحياة. ممكن يكون شك لكنه أصبح شاهد على إصعاد جسد القديسة العذراء مريم. ممكن كمان يكون شك لكن في نفس الوقت هو اللي شجع كل التلاميذ وقال لهم بالنص لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. هو اللي شك لكن بسببه ومن خلاله ربنا طوب كل اللي أمنوا ولم يروا. عن مار توما الرسول بتدور حلقتنا النهاردة وبيحكي لنا تاريخنا على لسان ضيفنا. أهلا بحضراتكم معانا، وكل سنة والجميع بكل خير. برحب بحضراتكم وبرحب بقدس أبونا القس كيرلس رزق كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والأب شنودة رئيس المتوحدين. بالسلام، شرفتنا وكل سنة وقدسك بكل خير. أنت يا رب تخليك. قدس أبونا أشكرك. قدس أبونا، في البداية لو نتكلم عن مار توما الرسول قبل علاقته برب المجد يسوع المسيح، بنلاحظ دايما أن المعلومات يمكن عنه مقتضبة قليلة للغاية، ليه يا قدس أبونا؟ هو قديس العظيم توما الرسول يعني لم يحظى بمعلومات كافية عنه كثيرا. يعني هو يعتبر أولا عشان نعرفه، القديس العظيم مار توما الرسول هو من أسرة بسيطة جدا فقيرة كانت في أنطاكيا ونزحت إلى الجليل. وهذه الأسرة كان والده اسمه دينيانوس وأمه اسمه رواس. هو اسمه توما وبالأرمية التوأم وباليونانية بيدعى باسم ديمديوس. هذا القديس العظيم من صغر أو طفولته يقال أنه هو كان يعني اشتغل بمهنة النجارة في الجليل، ومن خلال هذه المهنة منذ طفولته ومنذ هو صغير، من خلال هذه المهنة أكيد تعرف على رب المجد يسوع المسيح، تعرف على منذ الصغر. ده يعني بعض الحاجات دي اللي يقال عنده. بعد كده نزل ونزح هو وأسرته إلى بحيرة طبرية وتعلم هناك صيد السمك. أيضا هو يقال التوما أو التوأم أو التوام لأن له شقيقة تدعى اسمها إدي. ده اللي اتذكر عنده بالظبط يعني. تمام. وتسابونا دايما بيتقال على توما انه شكاك، ودايما لما بيكون حد وسواس بنجري ونقول عليه انت توما. لكن في حقيقة الامر لما نيجي نفكر، هو توما شكاك ولا عنده خاصية اعمال العقل؟ وهل اعمال العقل في تسلمنا للايمان فحتى في قرايتنا للكتاب المقدس دي خطية؟ وبرضو ارجع للي عمله توما، ده شك يعني شك بالفم المليان شك صرف ولا اعمال العقل؟ هو لو احنا حبينا نصف توما يعني في بعض الكلمات او الجمل، توما انسان وفيا مخلصا محبا للمعرفة وباحثا ومدققا، لا يضيع يعني ما لا يقتنع الا بعد البحث. يعني لو احنا بصينا على شخصية توما، لا يقتنع الا بعد البحث ولا يؤمن الا بعد ان ايه يفحص ويعاين. دي شخصية توما. أيضا كمان الشك توما عمل حاجة نوع جديد من الشك. يعني هناك شك يهدم، هناك شك يهلك. يعني ممكن لو زوج أو زوجة تشك في زوجها، هذا من خلال الشك ده بيحصل هدم للعلاقة. إنما أنا عايز أقول شك توما شك بناء، شك بيبني. فدي
يعني حاجة جديدة لازم نعرفها، شك باحث عن الحقيقة. يعني توما أنا عايز النهاردة الناس تعرف وتغير نظرتها عن توما الشكاك، عرفنا حاجة جديدة، شك يبني، شك يوصل للمعرفة وللحقيقة. تمام، خلينا نتكلم على كراستو في الهند. كراستو في الهند كانت الهند وقتها بلاد الغرائب والعجائب. هل فعلا بدأ خدمته هناك كعبد؟ هو ابتدى طبعا لما الرسل والاثنى عشر تلميذا كانوا مجتمعين وبعد حلول الروح القدس، ابتدوا زي ما رب المجد يسوع المسيح اذهبوا تلمذوا علموا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فابتدوا يلقوا القرعة ويقسموا الكرازة في العالم كله، فكان من نصيب توما وكراستو أن هو يبشر في الهند. فبالتالي يعني ربنا عمل وسيلة أن هو أحد الأثرياء فعلا اشتراه كعبد، لأنه كان بيدور على نجارين مهرة، وهو احنا بنقول منذ الطفولة كان هو نجار ماهر جدا جدا. فابتدى اشتراه كعبد وخده معاه كصديق، كان الرجل التاجر الكبير ده تقريبا اسمه حبان، على اساس يبني مركب هناك. فكانت الوسيله الوحيده للدخول الكرازه ان هو يكون عبد لكي يروح الهند ويبتدي هناك فيها كراستو. طب وطبيعه بلاد الغرائب والعجائب وقتها هل كان سهل فيها الخدمه والكرازه؟ اكيد طبعا لا. اكيد طبعا لا، قولا واحدا. ليه؟ هو الشيطان لما بيملك على الامور كلها، فمن الصعب جدا جدا الكرازه. بس بقوة الإيمان الإنسان وبقوة إيمانه برب المجد يسوع المسيح، وده اللي عمله توما. توما احنا بنقول عليه شكاك، هو ما كانش شاكك في الحادثة اللي كلنا بنتكلم عنها، اللي هو لما جم التلاميذ قالوا له ده رب المجد ظهر وهو لم يقتنع بكلامهم. هذا أمر عجيب. هناك عايز أقول حاجة هنا، هناك العجيب وهناك الأعجب. التلاميذ يحاولوا يقنعوا ان ظهور رب المجد وقيامته لتوما، وهو يرفض هذا، ده أمر عجيب. الأعجب من كده هو حنية رب المجد يسوع المسيح وظهوره لتوما. تمام، طبعا هتوقف مع قصتك عند الجزئية دي، لأن هي جزئية مهمة. بما أني يعني قصتك رجعت تاني لموضوع هل هو شكاك ولا لا، في جزئية مهمة الحقيقة، هي فترة الانتظار 8 أيام لغاية ما شاف فعلا جروح السيد المسيح. يا ترى مرت عليه إزاي وأثرت عليه في كراستو؟ هعرف من قصتك الإجابة، لكن تسمح لي قصتك ويسمحوا لنا كل مشاهدينا بعد الفاصل. إيمانه صلب بس بيحب يشوف بعينيه. عشان كده طلب منه يسوع يلمسه بإيديه. ثمانية أيام أو زي ما احنا بنقول 8 أيام. 8 أيام في الأيام العادية ممكن تكون فترة سهلة وصغيرة، لكن في فترات الانتظار الدقيقة بتبقى بسنين. يا ترى فترة الانتظار الـ8 أيام اللي مروا على توما الرسول لغاية ما شاف بنفسه وبعينه جروح السيد المسيح، مرت عليه إزاي وعلمت وبصمت فيه إزاي سبونا؟ الـ8 أيام دول هو أولاً رب المجد، يعني أنا قعدت أتأمل في الموضوع ده، ما كان ممكن يظهر له تاني يوم تالت يوم رابع يوم ويظهر لوحده. إنما رب المجد يسوع المسيح حنين، بيشفق على أولاده. الإنسان عنده شيء مهم جدا. تاني حاجة، هو كان توما رب المجد، يعني توما مش عايز يعالج فيه ضعف إيمانه،
بل عايز يرجعه لشركته الأولى مع التلاميذ. بمعنى إيه؟ رب المجد لما ظهر كان توما مش موجود، كان انفصل عن الأحداث، أو آسف انفصل عن التلاميذ وكان منفرد لوحده. فرب المجد سابه 8 أيام لكي يرجع تاني للشركة الحقيقية مع التلاميذ، وبدليل ان هو رب المجد لما حب يظهر له ذاته ظهر له تاني بعد 8 أيام وهو موجود مع التلاميذ، عايز يعيده لشركته الأولى مع التلاميذ وفي العليق. طب والتعبير كله خجل كده وكله عتاب مع النفس، ربي وإلهي؟ ده تعبير، دي أنا مش بعتبره تعبير، أنا بعتبره صرخة، صرخة توبة. صرخة توبة وصرخة شهادة، يعني الاتنين تعبير قوي جدا، لأن بهذا التعبير توما يعني بلاش أقول شكاك، مش عايز، ما تيجي نقول اسم تاني نخليه توما المشتاق. توما المشتاق يعني رب المجد لمس اشتياقه ان هو يشوفه، ان هو يلمس جراحه، يلمس الجرح اللي جنبه، يشوفه قد كده. توما كان مشتاق وليس شكاك، هو على يقين بس هو مشتاق ان يراه. ليه بقى؟ لان الاحداث اللي مرت كانت احداث صعبة جدا جدا، بدليل خلت بطرس الرسول ينكر، خلت يهوذا بدل ما يتوب ينتحر، كانت احداث مرت بيها صعبة جدا جدا. عايز اقول احنا كمان جوانا توما، توما المشتاق او توما الشكاك زي ما احنا بنقول، كلنا في عز الضيقة وفي عز الألم محتاجين نشوف المسيح، محتاجين نلمسه، محتاجين نشوفه نقعد معاه. فعشان كده توما ادانا حاجة جديدة. وعايز اقول حاجة تاني، وبهذه المناسبة بقى اصبح عيد سيدي من الاعياد السيدية الصغرى اللي هو بنسميه حد توما الاول. جيل من جيل لجيل امتدت كرازتهم وأبدا ما ينتهي فخرنا بخدمتهم. بذرة الإيمان اللي زرعوها زمان ثمارها من جيل لجيل تبارك كل مكان. سيبونا نختتم مع قدسك بجزئية مهمة جدا. دايما معروف عن توما الرسول ان هو رسول الهند، لكن طبعا دي مش المحطة الوحيدة، بيقال عن توما الرسول ان هو خد مكرز فيما بين النهرين، ويقال كمان ان المجوس نفسهم امنوا على يديه، هل ده دقيق؟ يقال ويؤكد ان هو قابل المجوس الثلاثة اللي هم راحوا للطفل يسوع وسجدوا لي وكلمهم عن المسيح وامنوا وعمدهم، وأيضا كمان بشر الحمية الفارسية بردك وعمدهم، وبشر في بلاد بين النهرين. وأيضا يقال أن توما الرسول وصل إلى الصين أو إلى حدود الصين بالتعبير الأدق يعني، ووقف لغاية عندها، إنما هو كانت كرازته وحياته الكرازية هناك في الهند لمدة يقال 20 عام، واستشهد سنة 72، ابتدى من 52 لما راح الهند 52 ميلاديا
واستشهد 72. بسلخ الجلد وطعن الرماح. لكن بما اني حالا وقتنا انتهى وبيقولوا لي في الافيس فهشكر قدسك وانا بشكر قدسك بما انه الهند فعلا علامه مميزه عند مار توما الرسول ففيها حاليا الكنيسه السريانيه وطبعا لينا علاقه قويه بها. لو نختتم في 30 ثانيه اكون شاكرا. هو الكنيسه السريانيه هي كنيسه طائفه مسيحيه شرقيه بترجع بجذورها الى الرسل المسيح وهو مؤسسة بطرس الرسول، وهي طبعا بتسمى الكنيسة السريانية نسبة إلى مقرها أو موطنها الأصلي هي سوريا. أيضا الكنيسة السريانية هي من أحد الكنائس الخمسة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الأرمانية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية والكنيسة الأريترية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية. هؤلاء الكنائس الخمسة دول المتفقين على عقيدة واحدة، على إيمان واحد، على أسرار الكنيسة واحدة، على التقليد الكنسي الواحد. أنا بشكر قدسك جزيل الشكر قدسابونا القس كيرولوس رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبشنودة رئيس المتوحدين بسلام. كل سنة قدسك بكل خير. أنت طيبة أشكر. شكرا لقدسك. ومشاهدينا احتفلنا بمار توما الرسول مش بس قاصر على عيد استشهاده في 26 بشمس ولا حتى أحد توما الشهير الأحد الجديد، لكن كمان الحقيقة احتفلنا ببصمة واضحة وجلية في تاريخ كرازة رسولنا، تاريخ كرازة الرسل الكرام اللي لسه ياما وياما هنحكي لحضراتكم عنهم بالتفصيل إن شاء الله من جيل لجيل.